لك أن تردد، وبه تغض الأبصار عن المحارم، وتحفظ الفروج، وتصان الأعراض، وهو من الوسائل العامة التي من شأنها الحفاظ على هذا المجتمع الإنساني من الانهيار والاندفاع. فالمجتمع يبقى قائما كالبنيان المصروف ما دام يمسكه هذه العبارات الطيبة وهذه التعهدات التي كانت بين الطرفين كما سمعت. فهو إذن يؤمن على الوجود والبركات، به يحل التعارف مكان التنقل، وبه تغض الأبصار عن المحارم، وتحفظ الفروج، وتصان الأعراض. وبفضل الزواج يتحقق ما كنا نصبو إليه من هذه العملية الجميلة. ما هو المقصود من عملية الزواج؟ نتزوج لماذا؟ يعني ما هو المقصود؟ بدون شك المقصود هو عبارة المجتمعات الإنسانية بالأفراد، الأفراد الطيبين، الأفراد القائمين بشريعة الله وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأفراد هم يشكلون المجتمع الصحيح، وبه ينبني الزواج المطلوب. الزواج الذي مثل النبي عليه الصلاة والسلام ينوه به ويدعوه ويقول تناكهوا تناسلوا فإني مباغ بكم الأمم يوم القيامة. هكذا يقول الرسول تناكهوا، يعطينا أمر للتناكه، تناكهوا الزواج، تناكهوا. لماذا؟ لكي تتناسل بينهم التناسل. تناكهوا تناسلوا فإني مباغ بكم الأمم يوم القيامة. الرسول قلنا اللي هو راه ماشي باهي الأمم غدا يوم القيامة يقف على عرصات يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ويقول للجميع، يقول للملائكة وللجن وللإنس، يقول لهم انظروا أنا آخرهم رسالة وأكثرهم تبعا. هكذا يقول، يقول شوفوا أنا هو النبي الأخير، أنا آخرهم رسالة، أنا هو النبي الأخير، خاتم من خاتم الأنبياء. نقول خاتم الأنبياء، من هو؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام. يقول انظروا أنا آخركم رسالة وأكثركم تبعا، ولكن عندي أتباع بزاف، عندي اللي بيسمعوني أتباع بزاف. إذا الرسول يريد الكفة، يريد كفة لهذه الأمة، لا يريد لها إلا كما يفهمه البعض. كان بعض الناس داروا يفهموا ويقول لك هاد الدرية خصنا ما نكتروه، خصنا نعرضو على باش الإنسان يجي يطعمهم ويشربهم ويغسلهم، والمعيشة راها غالية وكذا، ماذا بينا نحدو النسل، تبداو الناس يخدموا في النسل، يقطع ولادو ويغسل ولادو باش يحافظ على زوجته ويحافظ على كذا ويحافظ على حليبة وعلى غيرها وعلى كذا، والدواء ماشي حاجة الخراب والضمر والعياذ بالله. والقول تاع الرسول وضعناه جانبا، الرسول يريد الكفرة ونحن نريد القلة. ما هذا؟ هذا عصيان، هذا خروج عن الطاعة. الرسول أمرك بالكفرة، سير على هذه الكفرة، والرزق مطلوب عند الله، الرزق مطلوب عند الخالق، الرزاق القوي المتين. إذا الرسول كما سمعتم يقول أنا آخركم رسالة وأكثركم تابعا، ويقول تناسلوا فإني مباغ بكم الأمم يوم القيامة. وما من شيء أستاذ، فإن كل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي، كل مؤمن في إيمانه، صادق في إيمانه، إلا وله رغبة في هذه الحياة. كل إنسان عنده رغبة في هذه الحياة.
ما هي رغبة المؤمن في هذه الحياة؟ رغبة المؤمن هي أن يحيا حياة طيبة، وأن يموت ميتة طيبة، وأن يخاف وهو راض عنه. هذا كل واحد عنده هذا الرغبة، يا رب باش يموت موتة طيبة، وباش يعيش حياة طيبة، وباش يلقى ربه وهو راض عنه. إذا نحصل على هذه المكاسب هذا لا شك أنه قد فاز وقد سعيد ونجح. هذه المكاسب كي تحصل عليها أنت ولا تحصل عليها أنا، هذا معناه أنني فرص مع الله ومع ربك. هذه المكاسب ما هي؟ حتى نعلم ونشكر معنا. المكاسب أيها السادة اللي وجب في المؤمن يسعى لها ويحصل عليها هي ما جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالسامع اليه وهو يبين لنا هذه المكاسب. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف يقول ماذا يقول؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى بثلاث. إذا مات الإنسان كلنا موت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى بثلاث، انقطع يدفن هناك في مقبرة ويفتح هنا ذكره ما يفعل الدعوة. كمل صاحبة الموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاث. والله إذا كان حصل على ثلاثة أشياء، هذه الثلاث هي تجعله يبقى مخلدا، يبقى كأنه وحي، هو ميت وحي. لماذا؟ بالضرر؟ لا. بالجاه؟ لا. بالعز؟ لا. بالوظيفة؟ لا. لماذا؟ يمكن بمكتسبات اللي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المكتسبات هي ثلاثة، وهي عودتكم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاث: صدقة جارية، هذا الإنسان عمل معه صدقة جارية، عملها الأمور قد تجري نحوها عليه، هذا صاحبها لا يموت، يقبر هناك ويترك ذكره، ولكن يبقى دائما يتردد من الأسلوب على أنه لا يزال حيا. لماذا؟ بهذه الصدقة الجارية التي فعلها. الصدقة الجارية هي التي يجري نحوها عليه وهو في قبره. الإنسان يكون في القبر من نفع تعمل الصدقة اللي عليه. الصدقة الجارية تخلده في الممات وفي الحياة. صدقة جارية أو علم ينتفع به. أو كان عالم من العلماء، خرج علماء وخرج من مشايخ وخرج كذا تنظف، هذا لا يموت، يبقى دائما ينكر على الأسود أنه عين. صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح للعلماء، ولا خلى واحد الولد صالح مؤمن طاهر تام إلى به يثاب عليه.